السلام عليكم ومرحبا بكم أينما كنتم. الطريقة الصحيحة عمل فلير لأنابيب النحاس. لدينا الآن قطعتين من أنابيب النحاس. لاحظ أن القطعة الأولى اتجه حافة الأنبوب إلى الداخل. طبعا لا يصح أن نعمل الفلير على هذا القطع السريع، إما أن نخشطه أو الأحسن أن نقوم بقطع جديد ودقيق. والطريقة لا نقطع الأنبوب بشكل سريع ولكن بشكل ناعم وأكثر من لفة قطع حتى نحصل على حافات دائرية موازية للأنبوب. وإن كان هنالك أي ميلان لداخل الأنبوب نستطيع أن نخشطه قليلا. نأتي إلى مثبت الأنبوب النحاسي. يجب أن يكون بهذا الشكل ولا يزيد حافات الأنبوب عن المثبت عن 2 مليم. الآن نركب أداة الفلير. حيث لديها أيضا أماكن تحديد معينة. ثم نشد المسمار على مثبت الأنبوب لكي لا يندفع الأنبوب إلى الخلف أثناء عملية الفلير. الآن جاء دور أداة الفلير، وهذه الطريقة الصحيحة لعمل الفلير. الآن نفك الفلير والمثبت ونرى النتيجة. نجرب الصامولة كيف يكون على الأنبوب. نفحص الأنبوب التي عملنا عليها الفلير، يجب أن يطابق قطع وصل الأنبوب بالجانب الآخر تماما.
أيضا بالنسبة للأنبوب الصغير أو الربع يكون الفلير بنفس الطريقة بشكل سريع نشاهدها. وإلى درس آخر نستودعكم الله وإلى اللقاء.